نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأسباب المساعدة على تدبر القرآن الكريم؟ حضور القلب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فتبدأ بالاستعاذة لتطرد الشيطان عنك، ثم تقرأ بتدبر، ما تقرأ يكون همك التلاوة وتحسين الصوت وإنهاء السورة أو ختم القرآن فقط، إنما تقرأ لتستفيد ولتتعظ وتتدبر. نعم.